السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم التواصل معنا مشاهدينا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم. نبدأ من الفقرة الأولى، فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تستمر معاناة العراقيين مع شبكة الطرق المتهالكة بسبب الفساد والإهمال الحكوميين، بالرغم من المشاريع الكثيرة التي تعلن عنها الحكومة لتطوير الشوارع وتخفيف الاختناقات المرورية والحوادث شبه اليومية التي تودي بحياة العراقيين، لكن لغاية الآن لم ينجز ذاك الشيء الذي يمكن وصفه بالتغيير الإيجابي الذي ينتظره المواطن. طبعا تقر الجهات المعنية بتفاقم الحوادث المرورية المميتة والتي تسجل معدلات قياسية نتيجة جملة من العوامل، من أبرزها تهالك الطرق وسوء التنظيم، ويرى مراقبون أن جزءا كبيرا من المسؤولية تقع على عاتق الحكومة بسبب استمرار الحوادث الدامية في الطرق. طبعا أيضا أضاف المراقبون أن أغلبية طرق العراق غير مؤثثة بالعلامات المرورية التحذيرية أو الإرشادية، وهناك حفر ومطبات وانعدام للسياج الأمني على بعض الطرق بعد أن تم سرقة بعضها، وهناك بعض آخر لم يتم صيانته منذ الغزو الأمريكي للعراق في عام 2003، لكم أن تتخيلوا. طبعا هناك أيضا قسم من هذه الطرق هو بمسار واحد، مسار واحد ولكنه يعني باتجاهين مختلفين، ولم تعد هذه الشوارع تستوعب العدد الكبير أيضا من السيارات، فضلا عن النقص الكبير في جسور المشاة. نبقى في ذات السياق، حيث دهست شاحنة عددا من التلاميذ أثناء خروجهم من المدرسة في منطقة الهارثة بمحافظة البصرة. هذا الحادث أدى لوفاة 6 تلاميذ وإصابة 14 آخرين كحصيلة أولية وفقا لمصادر محلية. للأسف نستمع لهكذا يعني حالات وحوادث بشعة للأسف الشديد تودي بحياة أطفال العراق. دعونا نشاهد مشاهدينا هذه اللقطات. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. كتل الجهال بالقاع، موت الوادي، موت الوادي، موتها كلها، موت الوادي، هذا موت الوادي. الله أكبر، الله أكبر. كتلهم كلهم. يطلع إدريس يجي ينكتل دعم سيارة، يا عم يا زمن هاي بيطلقها عصايرة، بيطلقها عصايرة، بيطلقها هاي فجعة الوادم. شنو ذنبها؟ شنو ذنبها؟ دولة ساقطة، جاي كلها راحت، دولة كلها راحت، جسر ما يقدرون يبنون هنا. هاي الجلالة جاي، شنو بخا بالقاع؟ شنو بخا بالقاع؟ شنو ذنبه؟ شنو ذنبه هاي الجلالة؟ شنو؟ هاي المرور بس نايمين وضالين. طبعا رحم الله أبناء العراق الذين توفوا جراء هذا الحادث البشع صراحة، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين والجرحى بهذه الحوادث المستمرة في العراق. المشكلة حقيقة فيها شقين، جانب تتحمله الحكومة بسبب عدم تهيئتها للطرق ووضعها للعلامات المرورية، الإشارات الضوئية وغيرها من هذه التجهيزات التي تساعد من يقود السيارة وتساعد كذلك الراجل على قدميه أن ينتبه. الشق الآخر يتحمله سائق السيارة، فهناك استهتار كبير صراحة في العراق بسبب غياب القانون
الذي أدى إلى تمادي كثيرين، استهتارهم بالسرعات، قيادة دون انتباه، وهذه النتائج مشاهدينا الكرام. هناك حوادث مستمرة. ننتقل إلى مقطع آخر ضمن نفس الموضوع. أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بث لقطات مصورة أظهرت مناشدة سابقة لأهالي بعض الطلبة، طالبوا فيها الحكومة بإنشاء مفرزة أمنية خوفا على أبنائهم من حوادث السير المميتة، إلا أن هذه المناشدة وغيرها لم تجد لها آذانا مصغية من قبل حكومات الاحتلال التي تتجاهل صرخات المواطنين ومطالبهم. دعونا نشاهد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوف هاي الحالة، ألف مرة نزلناها وصورناها، ألف مرة صورناها. شوفوا المهزلة، بربكم الله يرضى محمد. شوفوا الأطفال، بذمة من هذا الطفل إذا صار به شيء؟ بذمة من؟ منو يتحمل المسؤولية؟ يا أخي ألف مرة قلنا لكم يا مديرية المرور حطوا لكم مفرز هنا، حطوا لكم مفرز هنا. ما يصير هاي الوضعية. يعني هسه هذا الطفل بذمة من؟ منو المسؤول عنه؟ هاك شوف السيارات، شوف السيارات تتجي بسرعتها. ماكو هيك نظام، ماكو هيك نظام. والله العظيم مهزلة. باوع باوع. أطفال رايحين يدرسون، رايحين يتعلمون، على هاي الوضعية. ألف مرة أنا جاي خابر على مديرية المرور وقال أبويا حطينا المفرزة، حطينا المفرزة. وين المفرزة؟ طبعا قد يختلف البعض مشاهدينا الكرام بالرأي مع الأخ الذي يتحدث في المقطع المواطن، وأيضا مع وجهة النظر التي تقول بأنه هذا الشارع يحتاج إلى مفرزة أمنية، إلى نقطة أمنية. من سلبيات النقاط الأمنية في العراق تحديدا دونا عن بقية البلدان ربما أنها تسبب تكدسا للسيارات، اختناقا مروريا كبيرا، ولا تؤدي الغرض الأمني المطلوب به المطلوب منها. ولذلك يرى بعض آخر بأنه البديل الأفضل لهذا الطلب هو أن ينشأ جسر لعبور المشاة فوق هذا الشارع، بديل أفضل أأمن لأرواح البشر الطلبة بشكل أخص، وكذلك لا يعيق حركة السيارات، تكون هناك انسيابية بالحركة، وتكون هناك حركة أيضا للراجلين على أقدامهم، للمواطنين الذين يسيرون على الأقدام يستطيعون العبور إلى الجهة المقابلة دون أن يسببوا ضررا للشارع، دون أن يتعرضوا إلى أذى، ودون أن أيضا أن يتعرض سائق السيارة إلى أي نوع من أنواع التأخير، خاصة في ظل الاختناقات الموجودة أصلا في مناطق أخرى. دعونا نتابع التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. أحمد عباس يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بلد العجائب، سوي لهم جسر معلق، خطية، شنو ذنبهم؟ خلي شرطي يشرف على عبورهم. وهذه وجهة نظر أيضا كما ذكرنا يعني تكون أفضل. سراج يقول: الجميع لازم يتحاسب، من محافظ البصرة ووزارة التربية ومدير البلدية. مدرسة ابتدائية موجودة على شارع عام بدون جسر مشاة ولا مفرزة ولا مطبات صناعية، الكل المفروض يتحاسب. حسبي الله وإنا لله وإنا إليه راجعون. تعليق من علي البصراوي يقول: لو بي خير السوداني أو أي مسؤول بالبصرة كان خلى جسر مشاة للطلبة، حادث البصرة فاجعة لا توصف. وحيدر يقول: حسبي الله ونعم الوكيل على كل فاسد، من المحافظ لأصغر مسؤول بالمحافظة، جسر ما تقدرون تسولكم تعبر الطلبة. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. طيب، بخلاف سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي الذي كان فيه التعليم في العراق الأفضل بالشرق الأوسط، ليس من الأفضل بل الأفضل في الشرق الأوسط من حيث البنية التحتية، من حيث المناهج الدراسية، مستوى التعليم بحسب العديد من المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة التربية والثقافة والعلوم اليونسكو، ولكن أمسى واقع التربية والتعليم في العراق بعد عام 2003 في تراجع مستمر بسبب ضعف البنية التحتية، الأمر الذي زاد من معاناة المعلمين والطلبة على حد سواء. ومن أبرز المشاكل والأسباب التي أدت إلى ضعف الاهتمام الحكومي بالتعليم من خلال ضآلة التخصيصات المالية المرصودة للتعليم قياسا ببقية القطاعات الأخرى التي تنفق عليه الحكومة مبالغ يراها كثيرون ليست في محلها.
مواطن من محافظة النجف وثق خلو مستشفى أو خلو عفوا مدرسة للبنات في الحي العسكري من سور خارجي للمدرسة منذ نحو شهرين بالرغم من كثرة المناشدات، إلا أن الوضع لا يزال على حاله فضلا عن اضطرار المدرسة إلى غلق المرافق الصحية الخاصة بها نظرا لأن البناء آيل للسقوط. لنشاهد. هاي مدرسة بدون سياج، صارت شهرين مكشوفة بدون سياج. قالوا السياج مالتها ولحد الآن ما سووه، صار شهرين. يعني ما أعرف مني ننشر والناشي تجون تشتغلون. نغلس عنكم ما نراقبكم تنون الشغلة. هاي الصحيات، الصحيات هاي مقفلة. مغلقة خافليها المدير تقول ما اقدر اتحمل المسؤولية انا هاي الصحيات لو كانت على طالبة ما اخلص من لا عشائريا ولا حكوميا ولا قانونيا هاي الصحياتها صحيات ما طالبات صحيات ما مدرسة ابتدائية شلون واقعة هاي صحيات ما طالبة واحنا في سنة 2024 وهذا وحال المدارس وضع المدارس هاي الصحيات قبضتها المديرة قالت أنا ما أتحمل مسؤولية يعني أي طالبة تريد تدخل للصحيات تقول أنا ما أقدر أدخليك فصحيات مقفولة يروح ليش وبنية طلعوا الساعة 2 الظهر تروح لين تقضي حاجتها واللي بنية لا صار عليها شيء من يتحمل مسؤولية تطلع الساعة 2 الظهر وهاي وضع المدارس في حي العسكري فنتمنى توصل هاي المناشدة إلى محافظ النجف السيد يوسف قناوي والسادة أعضاء مجلس المحافظة. مستمرون مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. ناشط من محافظة النجف أيضا انتقد الحالة المزرية للمدارس في قضاء المشخاب حيث أن أغلبها كرفانية وتفتقد لأبسط الأساسيات متسائلا عن دور الجهات الحكومية في عملية تحسين البنى التحتية للمدارس. لنشاهد. احنا ما نسكت أبد. هاي مدرسة سياجها شنكوات هاي الكلاب مفرخه جوا اكثر من 50 شلب مفرخ جوا باوع سياج المدرسه هاي مدرسه البوت ومدرسه نينوي سادين الفتحات بشينكو بشينكو وين المدرسه الجديده هاي المدرسه هاي المدرسه البديله لازم تكمل نص السنه ولادنا ومعلمينا واساتذتنا الاجلاء يداومون هنا وين يوسف قناوي محافظ تيار الحكمه وين النائب الأول عن العصائب؟ وين النائب الثاني عن المجلس الأعلى؟ من يحكم النجف هو العمامة عيب عليكم السكتون عن مستقبل أطفالنا عيب عليكم توالون على ابن أبي طالب وانتم مدمريننا أولياء الأمور المساكين يتابعون له أنتم مو عندنا مديرية التربية دكتور مردان شنو شغلكم؟ النواب شنو شغلكم؟ ليش بس 2 نواب؟ أحمد مجيد متعب وهذه يتابعون البقية وين؟ أعضاء لجنة التربية انتم من اختاريت التربية على مود تمثلونا بالفواتيح لو تجون تتابعون المدارس كيف تتابعون بس التبليط خلي يجي المحافظ مثل ما اكلت بالمشخاب تعال شوف مشاكلنا. مشاهدينا الكرام ننتقل الى مقطع اخر ضمن نفس الموضوع. ناشط من محافظة ذي قار انتقد التلكؤ في انجاز مدارس المحافظة حيث سلط الضوء على إحدى المدارس المتلكئة منذ عام 2009 حيث بنيت بعض الأساسات لهذه المدرسة وترك الباقي من دون إكمال حمل بدوره مسؤولية غض الطرف عن محاسبة المقصرين في إنجاز هذه المشاريع للحكومة. دعونا نشاهد. سادة المسؤولين اللي البعض منكم ما بيحب بس أريد أسألكم سؤال اليوم المسؤول من عندكم اذا يبني له بيت يبني له فيلا من هاي الفيلا مالتكم يعوفها عن نص والله ما يعوفها هاي مدرسه بنص الشطره بنص مدينه الشطره اسمعوا وياي يا النزاهه يا السوداني يا وزير التربيه يا اللجان مال المدارس من 2009 واحنا هسه بسنه 2024 ولا واحد منكم قدر يشوف شنو قضيتها هاي مدارس هاي مباني محروكه بنص الشطره يعني عجيب الامر
عجيب عمي. عمي احنا من نحكي وننتقد ونطالب؟ عمي ما عندنا شيء. شنو بشرفكم هاي؟ شنو بنص الشرطه ماكو واحد قال خله شوف انها، خله قاعد مسؤولها، خله قاعد ابو شركتها واقول له تعال عمي انت، شنو هذا الموضوع العايفه؟ هاي مدرسه متروكه من سنه 2009 لهذا يومنا على هذا الحال. شرفكم هذا الحال؟ هاي فلوس مليارات متروكه. مشاهدينا الكرام، لنستعرض ونتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. باسم يقول: هاي المدرسة على منحة من دولة الكويت، وأكيد المقاول المنفذ استلم فلوسه وطفر بيهن، لأن لا سؤال ولا مجيب، لا سأل ولا مجيب، وقال له تعال هاي ليش تركتها. هسه شيء أكيد ملتزمها حزب وما يقدر واحد يحاسبه، أو ملتزمة حزب للمقاول وما يقدر واحد يحاسب. علاء يقول: المسؤولين والنواب شنو دورهم؟ مشاريع بدون متابعة، شوارع تفليش، مدارس متروكة، والله مهزلة. وباشر يقول لك: صرفنا مليارات على الشطرة وهي تروح بجيوب المقاولين والفاسدين، شغل كلاوات. تعليق لدينا مشاهدين الكرام من علي عبد الكريم يقول: أغلب مدارس مركز المدينة مهمولة ومتلكي العمل بها من سنوات، للأسف إهمال وتقصير واضح من الوزارة وصندوق الإعمار. آخر تعليق في هذا الموضوع مشاهدينا الكرام من محمد رياض الفتلاوي يقول: أريدك تجي للبشائر، منكوبة صار 14 سنة، المدرسة كملت وما يقبلون يفتحوها، قاعدين كرفانات، والله شبعنا تراب وضيم. لنستمع مشاهدينا الكرام لرأي السيد عبد الرزاق من بابل. سيد عبد الرزاق حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل. السلام عليكم، شلون أستاذ محمد؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي أستاذ محمد. بالبداية عزي عوائل الطلبة المفجوعة والمكلومة بهذا المصاب الجلل. حقيقة يعني آلمنا، يعني حقيقة يعني طلاب بعمر الورود يمسحقون يعني بلا مبرر، يعني شو تفسرها يا أستاذ محمد؟ يعني أنا صراحة يعني من خلال منبر قناة الرافدين أدعو لمحاسبة محافظ البصرة، حمل مسؤولية محافظ البصرة، والحمل مسؤولية إذا كانت هذه قضاء أو ناحية، حمل مسؤولية لقضاء هذه المدينة أو ليش تحملهم المسؤولية؟ لأنه يا أخي يا أستاذ محمد بالله عليك، يعني الطلاب بعتهم بعمر الورود وطلاب صغار يعني ما يحملون ذاك العقل، تعبرهم سايدين يعني وين صاير والنوبة سايدين؟ هذا الطريق عام يا أستاذ محمد، يعني أطفال تعبرهم سايدين، يعني قلت هي الأماكن، قلت الأراضي، حتى يعني تعبر طلاب صغار من يعني السايدين على مود مدرسة وابتدائية. يعني طيب يعني ليش ما يكون الحل مثل ما ذكر أحد الأخوة بالتعليقات، قال جسر مشات، جسر لعبور المشات، وشرطي مرور ينظم حركة السير، يحمي الأولاد، يشرف على حماية هؤلاء الطلبة أثناء العبور، لكي لا مثلا يسهو أحد من هؤلاء الطلبة وينسى ويتعاجز مثل ما نقول محليا، ويتجنب صعود الدرج لعبور الجسر حتى يعبر من الخط السريع. يعني فكرة منطقية تساعد على أول شيء يعني تحفظ الطريق من أنه يزدحم، تحافظ عليه وعلى سلاسة السير به، وأمر آخر وهو الأهم الحفاظ على أرواح الطلبة، أرواح البشر. ليش ما يعملون بهذه الخطوة برأيك؟ أنا من أقول أحمل مسؤولية محافظ البصرة اللي تبرونه بالإنجازات مالته، وتفضل هذه هاي الإنجازات مالته، يعني جسر ما يقدر يسوي، وهاي أرواح ناس يا أستاذ محمد. هسه اليوم كم عائلة يعني فجعت، أطفال بعمر الورود ومحافظ البصرة يعني جاي تبختر لي بالإنجازات مالته، من لعنة الله عليه وعلى اللي نصبه، اللي شوف يا هذا يا جهة حزبية اللي نصبته، هذا مدير الناحية أو القضاء، ما أعرف هذا ذول الاثنين، مدير الناحية ومدير القضاء أو محافظ بصرة، هم يتحملون ذول، يذبون طيب. مفروض يذبون سجن أستاذ هناك محمد. هناك نقطة أخرى حياة الناس الأبرياء. تمام، هناك نقطة أخرى سيد عبد الرزاق، وجهة النظر الثانية التي يعني لا تختلف ربما مع ما تفضلت به،
لكن أيضا هناك من يقول بأنه إحنا عندنا بالعراق بعض سائقي سيارات، إن كانت شاحنات أو إن كانت سيارات خاصة، مستهترين بنفسهم وبأرواح البشر، لا يحترم لا قانون، وإن وجد وإن حتى كان قانون ضعيف ولكنه لا يحترم نظم السير وكيفية قيادة السيارة. يعني هو أيضا يتحمل مسؤولية الأرواح التي تزهق، يعني سائق الشاحنة اللي قتل هؤلاء الأطفال بالنهاية، نعم وإن كانت الطرق رديئة وإن كانت لا توجد شواخص مرورية أو غيرها، لكن هو أيضا يجب أن ينتبه. يعني يرى البعض بأن المسؤولية لا يجب أن تلقى 100% على الحكومة فيما يتعلق بالطرق وحوادث السير، بل يتحمل جزء أيضا المواطن. هل تتفق مع هذه الفكرة أو مع هذا الرأي؟ أستاذ محمد صحيح، السائق يتحمل، بس السائق عنده هذا طريق، يعني ما لربما أول مرة جاي في هذا الطريق، ما يعرف أكو مدرسة ناو، ما يعرف أكو طلاب جاي يعبرون. فأنت ما ذكرت مال القيادة مال السياقة، تعرف اليوم يعني مناطق بغداد لاعبي لك بالعدادات مال الكاميرات هذه اللي تراقب حركه السياره. يا اخي قانون ضعيف وناس يعني يحتاج لها وعي يا استاذ محمد. اليوم الشعب مالتنا بحاجه الى قانون رادع، بحاجه الى ثقافه وعي حتى على مود يعرف، لانه هاي الكاميرات يعني تقضي على اهواي حوادث، لكنه يجيب الانسان اللي يتهم ويجيب الانسان اللي يحترم القانون. لكن هناك يعني قد يكون هناك اعتراض منطقي من المواطنين، من يقودون السيارات في العراق، يقولون وجهة نظر يعني يراها كثيرون أنها سليمة، أنك هيئ الطرق، جهزها بالإشارات، جهزها بالشواخص علامات السير وغيرها والعلامات التحذيرية وعلامات الطرق والجسور اللي توضع على الطرق والجسور والأنفاق وغيرها، وبعدين حاسبني. يعني أنت لما تكون تارك الشوارع يعني غير معبدة، حفر، تكسرات، الجسور بها مشكلة، الأنفاق بها مشكلة، لا توجد يعني لا يوجد تخطيط للشوارع، لا توجد علامات مرورية، لا توجد إشارات تعمل بكل مكان، هناك في مناطق معينة فقط في بغداد، وبعدين طبق نظرية الكاميرات الذكية في حال أنا لو خالفت أكون أنا الملام، لكن أنت لم تهيئ لي الظروف الصحيحة. طيب الناس حقها بالنهاية أنه تعترض على هاي الآلية. لا أستاذ محمد، أنا أختلف وياك يا عزيز، أختلف وياك هواي. أستاذ محمد، خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة. يعني إحنا هسه خلينا نطبق هذا القانون وباشر نطلب من الحكومة أن تعبد لنا الطرق. إحنا مو أي يعني خطوة نقابلها بالتهجم هذه. المواطن هو لو كان يمتلك وعي وإدراك وثقافة يحترم هذا الشيء، لأنه هاي الأرواح. طيب سؤال سريع أقاطعك به. أنت إذا تمشي بشارع وما موجود به إشارات تحدد لك السرعة المحددة لهذا الطريق، شلون راح تعرف إيش قد السرعة؟ الصحيح ما راح تعرف. اذا انت تحتاج تحتاج علامه، بس اسمح لي سيد عبد الرزاق، انت تحتاج علامه تقول لك انه هناك مطب، تقول لك هناك سرعه يجب ان لا تزداد عن كذا. أكيد صحيح. وبالتالي بعدين انت من تخالف تعاقب، لكن انت اذا ما مهيئ للناس وتجي تخالفهم، طيب الناس هنا حقها انا اعاقب على شيء يعني على قانون ما موجود. يعني أنا لما أعاقب على سرعة زائدة وأنا ما أعرف أصلاً إيش قد السرعة القانونية، هنا أنا حقي إنه يعني أطالب بالتعويض على هاي الغرامة. تحديد السرعة على الشارع أو مخلين علامات، فإحنا نبدأ أستاذ محمد شوية توعية الناس هذه. لأنه كافي جهل، كافي استهتار بأرواح الناس. يعني أتمنى من المواطن العراقي شوية يرتقي، يصير إنسان حضاري، يصير إنسان يعني متقدم شوي، يرتقي بنفسه. شكرا جزيلا سيد عبد الرزاق، من باب الأشكر حضرتك وأكتفي معك بهذا القدر، أشكرك للمشاركة. ننتقل إلى موضوع آخر مشاهدينا الكرام. منذ إعلان وزارة النفط اعتماد نظام الدفع الإلكتروني في جميع محطات الوقود، لا يزال تطبيق القرار يتأرجح بين الرفض والتأييد من قبل العديد من المواطنين العراقيين، حيث وثق مواطنون معاناتهم مع تعطل أجهزة الدفع الإلكترونية في محطة تعبئة العطيفية في العاصمة بغداد. منظومة جديدة، ليس كل العراقيين على
قدر كاف من المعرفة بهذه الطرق الحديثة بالدفع صراحة. لكن مع هذا هي تعليمات من الوزارة بأنه يتم الدفع في محطات تعبئة الوقود بالبطاقة الائتمانية. المشكلة الآن أنه هذه الأجهزة التي يجب أن تستقبل هذه الكروت هي معطلة بالأساس. دعونا نشاهد. هذه فشل ده صير حد هسه ما نقدر ندفع بالبوزات اللي هي لشركة الكيكارت، البوزات الموجودة فقط لشركة واحدة، وهذه بالمحطة. هذه فشل ده صير حد هسه ما نقدر ندفع بالبوزات اللي هي لشركة الكيكارت، البوزات الموجودة فقط لشركة واحدة، وهذه بالمحطة. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. إذ تشهد محطات الوقود في محافظة ديالى منذ أيام رفض أجهزة الدفع الإلكترونية للمئات من بطاقات الائتمان لسائقي المركبات أثناء محاولتهم تعبئة سياراتهم بالوقود وتسديد مبلغ شرائه. وبحسب أحد الناشطين فإن أجهزة الدفع المالي في محطات الوقود ترفض البطاقات الخاصة بالمواطنين، حيث يتم قبول عدد بسيط فقط من هذه البطاقات ويتم رفض البقية. لنستمع. اليوم أنا بالقرب من محطة أسنونة في مدينة بعقوبة. اليوم تم تحويل عملية التزود بالوقود من النقدي إلى الماستر كارت، لكن المشكلة وين؟ المشكلة اليوم أغلب الماستر كارت اللي يحملونه الموظفين واللي خارج الموظفين هو ما يعمل ويطلع العملية مرفوضة. اليوم تم تعاقد مع إحدى الشركات الخاصة بالتزويد بالأموال للمحطات في محافظة ديالى. هاي الشركات تزود ماستر كارت خاص بيها، هذا الماستر يعمل في محافظة ديالى، أما أغلب الماستر كارت اللي يحملونه الأهالي اللي خارج هذه الشركة تطلع العملية مرفوضة. اليوم أيضا هناك عملية الدفع المقدم، أنه اليوم لازم تدفع المبلغ قبل التزود بالوقود. اليوم المواطني بحسب ما ذكروا لي أنه أكثر من شخص أنه يدفع المبلغ مقدما، فممكن أنه هو يدفع 20,000 وهو يحتاج وقود ب 15,000، فهاي 5,000 تروح عليه. اليوم هناك تذمر من الأهالي حول عملية الدفع والآلية اللي تم بها الدفع في محافظة ديالى. يطالبون بتنظيم العملية بفتح جميع المنافذ للماستر كارد حتى لا يكون محصور لشركة معينة. اليوم أغلب الموظفين هم يحملون البطاقة الإلكترونية، فيتمنون أنه تحل هذه القضية وأن لا تختصر لشركة واحدة، لأن الماستر كارد اللي يحملونه أهالي محافظة ديالى في بقية المحطات خارج ديالى يعمل، لكن في ديالى هناك استغراب عن عدم عمل هذا الماستر كارت، لأن بحسب المصادر من داخل المحطة يوميا يتم رفض المئات من عاملين الماستر كارت، ويضطرون يا أما الدفع المقدم عن طريق التسهيل من قبل المحطة أو الشراء الماستر كارت اللي تم نصب كابينة بالقرب من المحطة. مشاهدينا لنتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. حسان يقول: بكل العالم التطور يسهل الأمور إلا يمنى، التطور يسهل لتعقيد الأمور ولزيادة قط المواطنين، يقصد سرقة الناس. طيب ياسر يقول: فوضى وخربطة وسرقة علنية، خلوها على الدفع المباشر وخلصونا. تعليق لدينا من سمير يقول: والله هاي مهزلة وطريقة للبوق، وينك واحد يعرف ايش قد سيارته تستحق بنزين، وتعال ادفع مقدم والباقي يروح عليك والشركة تقطع منك، شنو هالمهزلة؟ سرمد يقول: الشغلة فاشلة، يجب أن يكون الجهاز مربوط بالمضخة أوتو، ومن تخلي الماستر أو بي رصيد يشتغل الماطور. وهذه الفكرة مشاهدينا الكرام معمول بها فعلا
في دول أوروبا، في الولايات المتحدة، ربما في دول أخرى من العالم، أنه يعتمد أنه كما يقال هو خدمة ذاتية، أنت تقوم بتعبئة سيارتك بنفسك، وأنت الذي تقوم أيضا بتسديد الفاتورة عن طريق جهاز مثبت قرب الخراطيم المعنية بتعبئة الوقود، بناء على استهلاك السيارة وما قمت بتعبئته تدفع الحساب وانتهى الموضوع. عملية بسيطة أيضا تقلل من الضجة والفوضى داخل محطات التعبئة، وتسهل على الناس، وربما أيضا قد تسهل تسارع في عملية التعبئة وفسح المجال للآخرين. دعونا الآن ننتقل مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة. يواجه الخريجون في العراق مصيرا مجهولا، لا سيما بعد تنصل رئيس حكومة الإطار التنسيقي محمد الشيع السوداني عن وعوده التي قطعها سابقا أو قطعها على نفسه بتوفير فرص عمل للخريجين. ومع اكتمال مهرجان الوعود الوهمية كما يقول المراقبون بالنسبة للسوداني، تلاشت معه أحلام الخريجين بإيجاد فرص عمل ووظائف بحسب اختصاصاتهم، وبالتالي ارتفعت معدلات البطالة بينهم، مما جعل الحصول على فرص عمل أمرا صعبا للغاية. ويقدر عدد الخريجين سنويا في العراق من الجامعات والمعاهد بنحو 250 ألف خريج يصعب دخولهم إلى سوق العمل وفقا لوزارة التخطيط العراقية. طبعا أظهرت إحصائيات نشرها موقع عالم الإحصاء تصدر العراقي قائمة انتشار وتفشي البطالة على مستوى العالم، وأكد الموقع أن العراق يصنف كثالث أعلى معدل بطالة على مستوى العالم وأعلى معدل في العالم العربي، موضحا أن الجامعات والمعاهد في العراق تخرج سنويا نحو 170 ألف طالب وطالبة من دون أن يتم تعيينهم أو حصولهم على فرص للعمل. وكان البنك الدولي في عام 2022 قد أكد أن نسبة البطالة في العراق بلغت أعلى مستوياتها منذ 30 عاما بواقع 36% من عموم القادرين على العمل، مشيرا إلى وقوع الضرر الأكبر من التراجع الحاصل في الاقتصاد العراقي منذ عام 2003. طبعا وجاءت موازنة 2024 جاءت خالية من الدرجات الوظيفية لتفند مزاعم حكومة الإطار التنسيقي برئاسة محمد الشيع السوداني عن توفير فرص عمل للشباب، ليواجه بذلك الخريجون إضافة إلى الذين سبقوهم وغيرهم من العاطلين عن العمل مصيرا قاتما في ظل تعطيل القطاع الخاص لتشغيلهم وتوظيفهم فيه. في هذا الإطار طالب عدد من الخريجين المتظاهرين على مدى 3 سنوات في محافظة المثنى، طالبوا بإنصافهم واستثنائهم من الدرجات المخصصة للمحافظة أسوة ببقية المحافظات وحصولهم على حقهم في التعيين كما يقولون. لنشاهد. إلى سيادة رئيس الوزراء المحترم محمد شياع السوداني، نحن خريجي محافظة المثنى المتظاهرين السابقين ولمدة 3 سنوات والبالغ عددنا 350 درجة من الإداريين والتظاهرين، نطالب من شخصكم الكريم بإنصافنا باستثناء أسماءنا من الدرجات المخصصة للمحافظة والدرجات الشاغرة المتبقية في المحافظة كبقية المحافظات التي حصلت على استثناء بأسماء المتظاهرين السابقين، لأننا المطالب الأول لها من باب الإدارة العامة للمحافظة وفي شهر رمضان الكريم وتحت حرارة الشمس وفي تمام الساعة الواحدة، ولا زلنا مستمرين حتى تحقيق مطالبنا، راجين عطفكم الأبوي. نعم نعم للاستثناء، 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 نعم نعم للاستثناء. ملفنا لا ينتهي عند هذا المقطع، بل نستمر وننتقل إلى مقطع آخر، إذ يشكل تزايد عدد العمالة الأجنبية في الشركات النفطية تحديا آخر للخريجين والمهندسين الباحثين عن فرص عمل في هذا القطاع، حيث تستقدم الشركات الأجنبية العاملة في العراق آلاف العمال الأجانب ومن جنسيات مختلفة، وتمنحهم أجورا كبيرة في وقت يعاني فيه المهندس والخريج العراقي من البطالة.
وتشكل العمالة الأجنبية غير الشرعية تحدياً آخر للاقتصاد العراقي، فهي تارة تقوض فرص العمل للشباب العاطلين والباحثين عن العمل في الأسواق المحلية والقطاع الخاص الذي يعد السبيل الوحيد بعد إيقاف التعيينات جراء الترهل الوظيفي في دوائر الدولة وقلة الإيرادات المالية التي تعيق خلق درجات وظيفية للكم الهائل من العاطلين والخريجين عن العمل. وقدر اتحاد نقابات العمال أعداد العمالة الأجنبية الموجودة في العراق بمليون وخمسمائة ألف عامل أجنبي. وقال رئيس الاتحاد وليد نعمة إن عدد العمال الأجانب بحسب تقديرات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بلغ 750 ألف عامل أجنبي، إلا أن العدد أكبر من ذلك بكثير، وقد يصل إلى أكثر من مليون ونصف المليون عامل، لا سيما بعد أن استقطبت الشركات النفطية الكثيرة من هذه الأيدي العاملة الأجنبية، مشيرا إلى أن ضعف القانون تسبب بارتفاع هذا العدد من العمال. في ذات السياق شهدت محافظة البصرة تظاهرات ومسيرات في شوارع المحافظة للمطالبة بإيجاد فرص عمل وطرد العمالة الأجنبية التي دخلت إلى العراق بأعداد ضخمة. لنشاهد اليوم مظاهرات الخريجين من شباب البصرة. هاي مو مظاهرات، هاي شباب البصرة كلها خريجة لا شغل لا عمل، وجاي يجيبون العامل البنغلاديش الصيني الباكستاني الهندي كله يشغلونه راتبه 700 دولار 800 دولار، وهاي شباب البصرة كلها الطالب الطالب كلها خريجين، ليش ما جاي يشغلون مثل ما مفتعين يشغلون بالشركات النفطية الأهلية؟ ليه جاي يجيبون الهندي يجيبون الصيني والباكستاني؟ جاريت هاي شباب البصرة واحد يجي لهم يشوفهم ظاهرة وظهر بغداد اليوم. ناس تريد حقوقها، ناس تشتغل، ناس تطالب بحقوقها، شجعان ما يثنيهم ما يثنيهم. مشاهدينا نستمر مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر. نظرا للتجاهل والتهميش المستمر من قبل الجهات الحكومية المعنية بحق كافة شرائح المتفوقين من الخريجين العشر الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من الرابع إلى العاشر الذين طالبوا هذه الجهات الحكومية منذ أكثر من سنتين بإنصافهم وتوفير درجات وظيفية لهم على ملاك مؤسسات الدولة، أعلن عدد من الخريجين العشر الأوائل عن اعتصامهم المفتوح في العاصمة بغداد، وأكدوا على عدم تراجعهم حتى يتم الاستجابة أو تتم الاستجابة لمطالبهم المتمثلة بتعيينهم وتوفير درجات وظيفية لهم. لنشاهد. يا اخوان اذا عندكم هي باقي الاعتصام، واحنا كممثلين بالتوقيت كتنسيقيه 11 ممثل نبقى اعتصام، ننظر نجتمع نبقى اعتصام، جهتوا وحنيتوا محافظات وفطرتوا، فاذا ما اعتصام ما تنحل قضيتنا، ما تشوفون اغلب الشرائح اذا ما اعتصام ما انحل قضيتنا. والله صحيح. ما راح اقصر راي الجميع، انا الوقت المناسب للبنات اخليها يروح، اخلي الشباب وياني محتصمين، بس هاي يمتي الى من ناحيه ما فقط اعتصام، لان احنا مثل ما تشوفون كم وضعها طلعنا وما خلونا مسيره. ما طلعوا على اليوم الحساب ستالو غيرها، طلعوا على حساب العدد الموجود ما يقدروا يوقفون الفجعه، واضح؟ فاليوم نبقى محتصمين والوقت المناسب اللي رجع فيه البنات والناس الكبار. هو ملف كبير للغايه، وصراحه لا تقف المقاطع فيه عن الاستمراريه عن النشر من قبل
الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي. نأتي إلى مقطع آخر بنفس الموضوع. خريجو العشر الأوائل أو العشر الأوائل الخريجين تظاهروا في العاصمة بغداد للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم وإنهاء حالة التسويف والمماطلة الحكومية. دعونا نشاهد. من هذه الزاوية التي شاهدتموها مشاهدينا الكرام وبهذه اللقطات، لا يبين أو لا يظهر في هذا المقطع أي نوع من أنواع العنف. لا هناك وسائل يعني عنيفة أو قاسية تستخدم من قبل المتظاهرين، لا عصي، لا أسلحة نارية، لا أي شيء ممكن أن يسبب يعني ذريعة للحكومة أو يدفعها إلى توجيه قواتها من أجل إنهاء هذه التظاهرات. لكن العشر الأوائل أو من تظاهروا الآن من ضمن العشر الأوائل تعرضوا للاعتداء والضرب على يد قوات مكافحة الشغب بعد أن كما تابعتهم خرجوا بمظاهرة للمطالبة بحقهم، هو حق مشروع كما يقولون، وهذه شريحة مظلومة أيضا من وجهة نظرهم تطالب بحقها بالتعيين منذ سنتين ولا توجد أي استجابة من أي طرف حكومي. فالسؤال هو الذي طرحوه، لماذا تعرضنا إلى الضرب؟ لنشاهد. مشاهدينا الكرام، لنتابع التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. زينب تقول، وبعد أن قامت بالإشارة إلى رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني، تقول له: وينك عن اللي دي يصير يا رئيس الوزراء؟ وين حقوق أبناء شعبك؟ وين الأمان لمن خرج من فئة أوائل يوقف بكل سلمية يطالب بحقه ويتعرضون إلى الضرب ويمدون أيديهم على امرأة، تقصد القوات الأمنية؟ إلى أين العراق راح يوصل من دمار وتعب؟ إلى أين؟ هكذا توجه سؤالها زينب إلى رئيس الحكومة. صبر العقيلة تقول: الخريجون العشر الأوائل على الأقسام يطالبون لجنة التعليم النيابية واللجنة المالية النيابية بعقد اجتماع مشترك قريبا من أجل مناقشة مطلب الخريجين العشر الأوائل على الأقسام أصحاب التسلسلات من 4 إلى 10 والذين يطالبون بتعيينهم وعدم تهميشهم، على أن يتم الاتفاق بين اللجنتين على قرار واحد ينصف هذه الشريحة المظلومة وبحضور ممثلي العشر الأوائل. طيب، عندنا تعليق من علي يقول: المفروض المثنى تحصل على استثناء أعدادها قليلة، وإضافة إلى الدرجات 1000 أغلبها بقت شاغرة.
خالد يقول والله عمي حقكم، اي والله تعبتوا درستوا والنوب ماكو تعيين لكم، استمروا. هكذا ينصح خالد. طيب ننتقل مشاهدينا الى فقرة الانفوغرافيك لدينا في هذه الحلقة. سلط قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية الضوءاء على المساعي الإيرانية لإحلال اللغة الفارسية محل اللغة العربية في العراق في ظل افتتاح العديد من المعاهد المشبوهة والمدعومة من الميليشيات لتعليم اللغة الإيرانية بالمجان في محافظات الوسط والجنوب. المزيد من التفاصيل في الانفوغرافيك الآتي. حصرية فقط مثل ما اللي جاي نشوفها بالنجف الأشراف، أغلب الدورات المجانية تكون على اللغة الفارسية. ليش ما صارت على اللغة الإسبانية أو على اللغة الإنجليزية أو على اللغة الفرنسية؟ المنظمات اللي تابعة لإيران، ممكن حتى الأحزاب، إنه تزج كلمات دخيلة على نفس اللهجة وتفتح دورات مجانية وغير الدورات المجانية لتعليم اللغة الفارسية. هذا الإقحام يسبب فسخ الإنسان عن هويته العربية. مشاهدينا ننتقل إلى فقرة الهاشتاج. تفاعل مدونون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي تحديدا في منصة إكس مع اسم مستشفى الشفاء الذي تعرض لمحرقة حقيقية، حيث أعلنت مصادر فلسطينية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة مخلفا مئات الشهداء ودمارا واسعا بعد أسبوعين على اقتحام المجمع وحصاره. دعونا نتابع بعضا من هذه التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت مع هذا الوسم. أدهم يقول: المشاهد القادمة من مستشفى الشفاء تبكي الحجر، كل قطاع غزة له في هذا المجمع ذكريات متعددة. عملت لخمس سنوات متحدثا باسم الإسعاف والطوارئ في قطاع غزة، كل ذكرياتنا هناك تم حرقها وتدميرها. هذه نازية غير مسبوقة، هذه فاشية غير مسبوقة، هذا الكم الهائل من الحقد والكراهية لدى هذا العدو المجرم تشعل في قلوبنا مزيدا من الغضب. هذا العدو يجب اجتثاثه عن وجه الأرض، لأنه عدو للبشرية والإنسانية ولكل شيء، وكل من يقف في صف العدو هو صهيوني مجرم مثله. وضع خنفر يقول: نعرف أن الصهاينة مجرمون، لكن الذي يتكشف في محرقة مستشفى الشفاء يدل على أنهم قد توحشوا أبعد بكثير من أي تقدير، إنهم يكتبون نهايتهم بأيديهم. هذه الصور وتلك الأجساد المحترقة ستكون وقودا يشعل نار التحرير. لدينا تعليق من هيثم يقول: المشاهد مؤلمة تعكس حجم الإجرام الصهيوني المستمر. مستشفى الشفاء تم تدميره وقتل النازحين والكوادر الطبية والمرضى،
متى تتحرك الدول لتوقف هذه المذبحة؟ آخر تعليق لدينا مشاهدين الكرام من الشيبة خلفان يقول: استخبارات الكيان الصهيوني من أقذر الاستخبارات في العالم، حيث قامت بنجاح في توجيه كافة الأنظار نحو استهداف القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وذلك بهدف التغطية على المجزرة الأبشع حتى الآن التي ارتكبها في مستشفى الشفاء. هذه المجزرة التي راح ضحيتها الأطفال والنساء وكبار السن، لن يغفر التاريخ لنا هذا الخنوع، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بهذا مشاهدينا الكرام أصل معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء.